بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج لبنان اليوم. في هذه الحلقة سنناقش في الأزمة الحكومية المستعرة بين المكونات الحكومية، أيضا في معضلة مكافحة الفساد وما هو مطلوب من إصلاحات من قبل المفادين الدوليين وغيرها من العناوين، مع ضيفنا الأستاذ الجامعي دكتور جان بولوس، أيضا دكتوراه في الفلسفة وفي العلوم السياسية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك وأهلا بحضرتك. شكرا. البداية من المعضلة الحكومية لأنه عم بتأثر على كل مفاصل حياة اللبنانيين. قبل قليل كان في حديث لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد أنه لن يدعي لجلسة حكومية طالما أنه الأجواء هيك متشنجة، لأنه بيعتبر أنه الدعوة بهيك أجواء ممكن أنه كمان تفجر الحكومة أو تخدع على تعقيد أكثر للأزمة. كان في موقف كمان مناقض للرئيس عون من هذا الموضوع وبرأيه أنه لازم يكون في جلسة بمن حضر. برأيك اليوم ليه دايما يعني عم بيصير في تناتش وعم تكون السلطة التنفيذية محطوطة بمكان اللي هي لازم تنجز، عم تكون محطوطة بمكان مكبل؟ بالواقع الجمهورية اللبنانية في عندها حكومة شكلا، لكن جوهرا ما في عندنا حكومة. ليش؟ الحكومة وقت بتكون موجودة، الحكومة مكلفة بحسب الدستور إدارة مصالح الوطن، الوزير مكلف إدارة مصالح الدولة. فإذا وقت الحكومة مش عم تجتمع، الوزير والحكومة مش عم بيديروا مصالح الوطن، مش عم بيديروا مصالح الناس. الناس شو بدها؟ الناس بدها دولة لتدير مصلحة لبنان. بديش لبنان يكون لمصلحة الدولة، لمصلحة اللي عم بيديره؟ فإذا نحن ببلد بحاجة لسلطة أو بحاجة لحكومة لتدير مصالح الوطن، مش بحاجة للبنان اللي يكون هو بالتصرف اللي عم مستلمين السلطة واللي عم بيديروا السلطة. طبعا لهالسبب نحن عم نمرق بأزمات تناسلية، من أزمة اقتصادية لأزمة مالية لأزمة معيشية لأزمة تربوية إلى الآخر. هلا بهذا الواقع وصلنا لمحل إنه في إحدى المجلات الألمانية استعانت ببعض الشركات اللبنانية وعملوا استقصاء أو استصلاح للرأي. كان النتيجة على الشكل التالي، إنه العالم حملوا مسؤولية الأداء السيء 88% من المستطلعين حملوا للحكومة، و 87% من اللي أبدوا رأيهم حملوا للأحزاب، و 83% من المستطلعين حملوا لمجلس النواب. هو بالواقع مجلس النواب لازم يتحمل كل العبء، لأنه مجلس النواب هو السلطة الأم، ومجلس النواب بحسب الدستور اللبناني بالمادة 70 له أن يسائل الوزير الحكومة. رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة. شو دوره هو؟ هو مندوب عن الشعب، هو منتدب عن الشعب لحتى يحط القوانين، يشرع، ليراقب أعمال السلطة التنفيذية، لينتخب رئيس الجمهورية، وليحاسب إذا مجلس النواب تخلى عن المهمات الأربعة بشيء مبرر لوجوده. ليه الثغرة أنه مجلس النواب يتخلى عن هذه المهمة الرئيسية اللي هي إضافة إلى التشريع مراقبة ومحاسبة الحكومة؟ هل لأنه هالحكومة عم بتكون من نفس القوى السياسية وبأحيان كتير عم بتكون مجلس نيابي مصغر؟ صحيح، لو كان حتى لو كان الوزير من كتلة نيابية، وهالكتلة النيابية هي انتدبته ليكون عضو بالحكومة، مفروض يكون في عنا مسائل. يا أخي الأم إذا ابنها عم يغلط بتحاسبه بقى، كيف هون بلد في مجلس نواب مفروض يحاسب وزير؟ ولكن بالواقع شو عم بيصير؟ الوزير اللي عم بيستفيد من موقعه مش هو لحلو بس عم يستفيد، عم بيفيد حزبه، عم بيفيد القوى اللي جابته. وهيك بطن الوطن ما بينبنى، بينبنى الوطن وقت اللي بيكون كل الوزراء والحكومة كلها سوا عم تشتغل لمصلحة الوطن. بس وين بتبلش؟ بتبلش بتقسيم الوزارات، بيقولوا هالوزارة رسمي، هالوزارة خدماتية، هالوزارة سيادية. طيب ليش نحن عم نصنف هالوزارات بهذا الشكل؟ لأنه عم نعتبر مسبقا إنه هالوزارة إذا أخذناها مكسب لطرفنا، صحيح، مكسب للمكون تبعنا. فإذا بما إنه هالحكومة هيدي عم تشتغل لمكوناتها، معناتها لبنان ما حداش عم يشتغل له. طبعا اكيد. وبالتالي الشعب اللبناني حداش عم يشتغل له. نحن هاي الذهنيه كلها سوا بتتغير.
صحيح. بتغير والشعب مسؤول هون بهالموضوع. ليه مسؤول الشعب؟ لانه الشعب هو مفروض يحاسب مجلس النواب اللي محاسب الحكومه. مفروض الشعب يحاسب يغير بصناديق الاقتراع. بصناديق الاقتراع هو يحاسبهم لهودي النواب، لانه الدستور اعطى حق بعد 4 سنوات هو يرجع يغير رايه بالناس اللي انتدبهم بالفعل. فاذا يرجع الشعب يعلن مصالحه ويجيب الاشخاص يلي ممكن يبنوا المصالح ومصالح الوطن. نعم دكتور، ولكن بالحكومة الحالية الموجودة، يعني أقل من شهر بعد نيل الثقة، بعد أقل من شهر تم تعطيل جلساتها بربط تنحية القاضي بيطار بجلسات الحكومة، بعدين إجت أزمة الوزير قرداحي، وبعدين انتهينا منها، ولكن بعد الأزمة الأساسية اللي هي ربط الثنائي الشيعي، انعقاد مجلس الوزراء بتنحية أو إقالة القاضي بيطار، وبالتالي هذه الحكومة اليوم يعني قديه فينا نحكم عليها طالما هي بعد ما خل يعني عن جد هالمرة ما خلوها تشتغل، يعني هيدا التعبير يلي ارتبط بأطيار الوطن الحر، ولكن الحكومة فعليا بعد ما أخذت فرصتها. الحكومة هيدي القوى السياسية أو الأحزاب السياسية اللي دعمتها هي نفس القوى السياسية والأحزاب السياسية اللي دعمت الحكومة السابقة. هلا انا هون بدي اربط الحكومه الحاليه وضعها بوضع الحكومه السابقه. نعم. طيب تفجير المرفأ بأربع آب صار بعهد ديك الحكومه. صحيح. اذا كان بنيه مجلس النواب او الثنائي الشيعي يحيل هالقضيه على المجلس الدستوري، على المجلس الاعلى لمحاكمه الرؤساء، ليش ما تفضلوش بهديك الايام؟ اخذوا هالاجراء تركوه لليوم من بعد امتين من أربع آب، تركوه لليوم لحتى كان القاضي المحقق العدلي هو عم يقرر بهذا الموضوع. كان القاضي صوان بعدين كمان تم يعني ليش مش بهذيك الايام المجلس النواب حط ايده وقال هود الجماعه بدنا نحن نحاكمهم قدام المجلس الاعلى لمحاكمه الرؤساء، تركوها لليوم وبلش الامور تتفاعل. هل يجوز انه نحن نعلق العداله ونعلق مصير الناس والازمات عم تستفحل وحده ورا الثانيه كرمال موقف شخص؟ لانه طيب اذا هالجماعه اللي تسموا من قبل القاضي بيطار هن ابرياء من الاعمال اللي نسبت اليهم، لا نفسري، شو بيمنع واحد اذا حضر قدام المحقق العدلي وعطي افادته بالشكل اللازم وبين هو بريء؟ كل دول العالم، هي ترامب تعرض للملاحقه، هيدا الرئيس الامريكان، هيدي بالالمانيا، انه وين العيب يعني اذا انا بدي غلطت؟ كل انسان بيغلط يخضع للمسائل، وين العيب يعني انه هي مساله كبر راس او مساله هي عنفوان او مساله؟ كل واحد بيغلط، ما بيمنع انه يعطي افادته. قائد الجيش السابق اجى اعطى افادته مبين وما كانش فيه هذيك العيب. لا. نعم، ولكن رئيس بري أمام وفد من نقابة المحررين أوضح أنه هن مش قصدهم تنحية القاضي بيطار، ولكن هن بيعتبروا أنه في مخالفة للقواعد القانونية، لأنه المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب هو المناط في هذه المهمة وليس القضاء العدلي. طيب تفضل، ليش مثلا بديش مجلس النواب لحتى هالموضوع يحطوا بنصابه زملائي انه هالموضوع مش بنصابه؟ نعم. ليش تاخر بعده لليوم الرئيس بري مثلا؟ هذا الموضوع ما عالجه من خلال الطريقه اللي حضرتك عم تعرضيها، تركها لهي لانه الكتل النيابيه ما يعني اذا بتصوت ما رح تصوت مع القاضي بيطار اكثر. طيب يعرض عليهم، يعرضوا هالمشروع مجلس النواب، واللي ساعتها كل مين يبدي برايه وكل مين يتحمل مسؤوليته. نعم. بس انه بتترك الامور هيك انه البلد مصيره أزمة اقتصادية بهالوضع، أزمة مالية بهالوضع، الناس مش قادرة تتحكم، تربية مش قادرة يعلم واحد أولاده. إذا بدي أقول لك مثلا في إحصاءات نشرتها إحدى الشركات الألمانية، يعني شيء مرعب، وقت بيقول لك إنه اللبنانيين يمكن بس حوالي 96% منهم مش حابين يستثمروا ببلدهم من ورا شو؟ من ورا الازمات هيدي طبعا. فاذا نحن بنوقف حكومه، بنوقف اعمال مجلس نواب، بنوقف الدوله، كمان مساله اللي مبين لي ظاهره للناس هي قضيه البيطار، يمكن في قضيه اخفى او مخفيه ورا قضيه المحقق العدلي. نعم، هلا هون كمان يعني ذكرتنا بكلام للبترك الراعي من كم يوم، كان عم بيقول انه عم بيسال انه هل بنيه المعطلين اختبار تجريبي لما ستكون عليه ردود الفعل في حال قرروا تعطيل الانتخابات النيابيه فالرئاسيه؟ يعني البعض عم يعتبر انه اذا نحن عطلنا الحكومه، طب هذه الحكومه كمان بدت عندها واجب اساسي هو الاشراف على الانتخابات النيابيه وتنظيم هذه الانتخابات،
كيف اذا يعني بقيت معطله شو مصير الانتخابات بهيك حاله؟ يجوز يكون هيدي عم يعملوها اختبار او مقدم، ولكن الانتخابات النيابيه وضع بيختلف عن القضيه، بيختلف في عندك قوى دوليه مجتمع دولي مصر على اجراء الانتخابات، وعندك منظمات المنظمه الدوليه عم بتقول لهم بدك تعملوا انتخابات، وبعدين اللي اكثر شيء هن الانسان بخاف يمكن على وضعه، في عقوبات عم يتحضرها بتنفرض. هلا هن بيديروا هالجوانب، اذا حاولوا يزمطوا يقدروا الجوانب الانتخابات ما لا يتاخروا، ولكن قدام هالضغوطات هيدي مش شايف قديش عندهم امكانيه انه يطيحوا بالانتخابات، يمددوا لسبب تقني لسبب، اذا بيقدروا هلا هن ما رح يتاخروا اذا سعيوا، خاصه الواحد بايده السلطه اليوم واكثريه بايده ليجي يتخلى عنها هيك بالسهوله، من الصعب، مثل ما الواحد من الصعب انه يعرض حاله للمحاكمه، من الصعب. نعم. كمان نعم. طيب دكتور، يعني هون وين الناس؟ من يعني كنا شفنا 19 تشرين، كنا شفنا يعني الحراك بالشارع، بعدين يمكن الناس اجت أزمة كورونا وكل الأزمات المالية والاقتصادية، ولكن اليوم عم نشوف كمان في غياب. صحيح. الواقع هو على الشكل التالي، اليوم في أحزاب منظومة هي ماسكة السلطة، هالمنظومة السياسية الأحزاب كل واحد في عنده هدف من وجوده بالسلطة، بيقتسموا مغانم معينة، وقت اللي بتكون هالجبنة الاقتصادية عم تتوزع عليهم بشكل معين رضيون، بيتوافقوا مع بعضهم وبيتقسموها وبيتحالفوا، وقت اللي بيختلفوا مع بعضهم هالخلاف على الجبنة هالاقتصادية بيحولوا الصراع من صراع اقتصادي كان هن عم بيستفيدوا منه الى صراع سياسي، واحيان طائفي وطائفي، سياسي وطائفي. هلا المحاسبين المؤيدين لإلهم اول شيء كانوا بيصيروا بوجه الدوله مش وجه الاحزاب، مع انه الدوله هن الاحزاب اللي عم بتدير امور مصالح. صحيح. الدوله بواسطه الوزراء تبعها. هالقوى السياسيه الحزبيه بصير مع المناسب مع المؤيدين لإلهم يحملوا مسؤوليه للدوله، مسؤوليه الفساد ومكافحه الفساد وضروره الاصلاح بحملوها للدوله، مع انه مين عم بيمارس مصالح الدوله هن. فاذا الناس كمان هون دورهم بحاجه يمكن لتوعيه اكثر، ليعرفوا شو هي واجباتهم الناس، انه هاي الاحزاب اللي عم بتدير المصالح الدوله هي مسؤوله عن الدوله ومسؤوله عن مكافحه. نعم. الفساد، مش انه الدوله بناحيه والاحزاب تبعهم بناحيه. فلازم هون نحن في ثغره عندنا موجوده، يمكن الراي العام مش كافي او مش عم يتوعى كفايه. نعم. يتفهم الموضوع بشكل كافي، يمكن الثوره كمان اللي اذا بنسميها انتفاضه او ثوره حي الله مش عارف شو بنسميها كمان. هلا هي وقت اللي ما كانش عندها بالانطلاقة برنامج واحد، عندها زعيمة معينة، عندها كذا، إضافة للضغوط عشرات المجموعات كان في مجموعات وبعضهم لحد اليوم بتناحروا في منفعة وفي مصالح شخصية وفي أنانية، هيدي عم تضعف جهودهم، إضافة على أنه دور الدولة، الأحزاب السياسية اللي موجودة كانت طبعا بتخاف على وجودها طبعا، وظفت الأدوات اللي بإيدها والقوى اللي بإيدها باتجاههم، ما قدروش اني صحيح كفوا الطريق بالشكل اللي لازم. صحيح دكتور، ولكن اذا بدنا نطلع على كل الانظمه خصوصا بالدول الاوروبيه بنلاقي انه الاحزاب هو عصب السلطه وعصب التغيير، والبرامج الاقتصاديه كلها بتصير عبر الاحزاب. بلبنان ليه ما بيكون هيدا النموذج عم بيتعمم عبر الاحزاب؟ ليه بنكون عم نشوف الاحزاب اليوم في شيطنه لموضوع الاحزاب؟ هل لانه القضاء هون ما عم بيقوم بواجباته، وبالتالي اي وزير بينتمي لحزب معين يخطئ لا يحاسب؟ شو اللي خلى انه الأحزاب تفشل بلبنان بأنه هي تكون عم بتقدم هذه البرامج؟ الحقيقة الأحزاب السياسية هي عمل ضرورية بالدولة، ولكن الأحزاب السياسية عندنا بلبنان تأسست حسب القانون اللي صادر سنة 1909 أيام الدولة الإمبراطورية العثمانية. نحن اليوم بال 2021 بعد قانون الاحزاب يعطي العلم خبر بتاسيس جمعيه سياسيه. فاذا الاحزاب السياسيه بلبنان اول شيء قانون انشاء بده اعاده النظر حتى الحزب ما يتشكل بالشكل اللي عم يشكله اليوم.
تاني شيء هالاحزاب هيدي هي احزاب كلها مذهبيه بكل عن كل الجهات، لو الاسامي بتختلف بس هي كلها احزاب مذهبيه. تاني شغله، تالت شغله، الحزب بيسمي مندوب عنه بالحكومه، وزير عنه بالحكومه. هذا الوزير اذا اخطا، وطبعا هو يمكن بيتصرف تصرف يمكن شوي مخالف للقانون، لانه بيكون بده يفيد حزبه، بده يفيد جماعته، بيكون في غطاء سياسي كرمال هيك بيغلط. الحزب ما بيجي مثلا بيحاسبه لهذا الوزير ضمنيا ضمن مجالس تاديبيه تبعهم، حتى الحزب يوقف يوقف يصوب خطواته بشكل اللازم. فاذا الاحزاب هون العالم عم بتعرض عنها نتيجه تصرفها هي، لانه هالاحزاب عم تكون احزاب نفعيه. هلا اي حزب كان بيحكوا كلهم الديمقراطيه، ليش عنده الانتخابات وقت اللي بده يوصل رئيس الحزب بيوصل عن طريق الديمقراطيه؟ بس يوصل واحد رئيس حزب خلاص بده يتأبد للنهايه لحتى الله ياخذ وديعته. فاذا الحزب هون بيتاسس لاشخاص وممارساته بتكون لإلهم. هلا مين بيستفيد من الحزب هون عندنا بشكل عام؟ عم نقول الدائرة الصغيرة أول شيء حوالي الرئيس الحزب، بعدين دائرة شوي الأوسع والباقي بده زقفه. فإذا الحزب عم بيكون لمصالح ضيقة، مصالح صغيرة، مصالح مذهبية، مصالح مناطقية، بس مصالح نفوذ. وإلا نحن الأحزاب مسألة ضرورية ومسألة لازم تكون موجودة، لأنه الحزب بيوحد جهود الناس وبكون في عندهم مشروع معين وبيسعوا لتحقيق هذا المشروع وبتنافسوا على الأفضل صحيح. نعم، بدي انتقل من هذا الموضوع لأنه كمان مرتبط بموضوع الفساد. اليوم كل المفادين الدوليين، يعني اليوم بعده غادر المفاد الفرنسي بيير دوكان، وكل المفادين الدوليين بيقولوا للبنان ولكل الحكومات بدكم تعملوا إصلاحات، من دون ما تعملوا إصلاحات ما رح يكون في أي مساعدة أو تدفق للمساعدات الخارجية. الإصلاحات يعني صرنا كلنا بنعرفها، وكل المفادين الدوليين سموها ودائما بيركزوا على الكهرباء بالدرجة الأولى وعلى غيرها من الإصلاحات كمان. اليوم كيف بدنا نعمل إصلاحات بحكومة معطلة؟ الأحزاب مثل ما قلت حضرتك اللي هي نفسها يعني رح تعمل إصلاحات على أمور يعني هي خربتها؟ هاي الأحزاب اللي موجودة حاليا ما فيها تقوم بعمل إصلاحات، لأنه إذا بدها تقوم بعملية إصلاح بدها تنقطع مواردها. هاي الموارد اللي عم تاخذها من الدولة، في موارد؟ الموارد اللي باقية، إن كان من التهريب، إن كان من تهرب ضريبي، إن كان من المرفأ، إن كان من الأملاك العمومية، إن كان من المشاريع، إن كان من الصفقات، إن كان من النفايات، إن كان من الفيول، إن كان من النفط، يعني لايحة تطول. هلا هودي عم يتغذوا من هالموارد، عم يحشفوها عن الدولة وياخذوها كل حزب أو كل قوى سياسية بتاخذ حصتها. بتاخذ حصتها لمين؟ في رئيس الحزب بده يستفيد، وفي عنده ميليشيا بتاكل وتشرب بتطبب وبتاخذ معاشات. بالنهاية هاي الأحزاب هودي هالقوى السياسية ما فيها تعمل إصلاحات، لأنه عم تقطع الأكسجين عن حالها، وواحد يقطع الأكسجين عن حاله ما بيعملها. وإلا شو كان بيمنع كل الأمم المتحدة تحكي بالإصلاحات، الدول العربية بتحكي بالإصلاحات، الدول الصديقة، الدول الأوروبية، كل الدول بتحكيكوا بالإصلاحات. صحيح. يعني مفهوم الطريق لخلاص البلد بدك تعمل واحد اثنين ثلاثة ومعروفين، مش عم يعملون، مش عم يعملون. ليه؟ لأنهم في عندهم موارد بدو حافظوا عليها، موارد خاصة فيهم مش خاصة بالدولة والشعب. وإلا ليش وصلنا لهون نحن؟ طبعا موارد الدولة وين إني؟ خزينة الدولة وينهم؟ أمين العام وينه؟ مين هدره؟ أنا وياكي في ناس مسؤولين هدروا على الصفقات الغير مجدية، على المشاريع اللي ما عندهاش أولوية، على الكوميسيونات اللي مش لازم ياخذوها أخذوها. وهيك الفساد عم بينخر ادارات ومؤسسات الدوله كلها سوا. اليوم وين الدوله؟ اليوم الدوله شو وقت اللي انت بدك تجيب الكهرباء على بيتك، بدك تجيب المي، بدك تجيب كل الخدمات بالدوله، وين دورها؟ صحيح. مين مسؤول عن دورها؟ هالقوى السياسيه اللي مستلمت بس الكهرباء اندفع عليها يعني اكثر من 42 مليار، يعني كان انبنى معامل غطت كل لبنان. الكهرباء اندفع عليها، واليوم بدول العالم صار فيها حروب اسست كهرباء جيبت على للناس بشكل سنتين او ثلاثه. على كل حال بدي اقول لك مثل، في خبير اقتصادي روسي قال لهم اذا بدك تدمر مجتمع بيش تضرب له الجسور تبعه والطرقات تبعه؟ قضاء؟ تضرب له التربية تبعه. تربية، لأنك لتربي جيل حوالي 20 سنة بدك وقت، الجسر بتعمليه بخمس سنين. نحن شو عم يعملوا نحن القيادات عندنا؟ من حيث يدروا أو لا يدروا،
دمروا التربية، دمروا الصحة، دمروا الأدمغة، هاجر سافرت، مين بيبني الوطن بكرة؟ هني بخلوا مصرياتهم هني ولاده اللي بيروحوا لبرا بأمنوا حينهم، بس هذا الشعب اللي عايش هون مين هذا الشعب بيرجع يعمل له وطن؟ طيب تدمير الوطن إن كان هون إن كان بسوريا إن كان بالعراق إن كان بالدول العربية لمصلحة مين؟ مين مين بيخدمك؟ لمصلحة مين؟ ما بدناش نسأل لمصلحة مين؟ البلد عم بيتدمر، عم بتدمر كل القطاعات فيه، في ناس عم تستفيد منه خير حدود اللبناني. مين هي؟ ليش انتو هاد الاعمالكم من حيث تدرون او لا تدرون؟ لبنان كان بالستينات يدين الهند بالعين اللبنانية، كان يدين الجزائر، الكهرباء كان فيها ملايين الدولار، ملايين ايام فرنسا، الضمان الاجتماعي كان فيه 4 مليار دولار امريكاني بصندوقه بالماضي. طيب هيدي ليش نحن الدين لبنان كان سنة 93 مليار و750 مليون دولار اليوم، ليش الدين لبنان اليوم دين نحن نقدم لقدام عم نرجع لورا؟ شو السبب؟ بالفعل الإدارة السياسية الموجودة هي وكأنه عملها منظم بهدم هالموجود بهذا الوطن، بهدم كل القطاعات. يعني على كل لبنان مع الأسف دائما بيكون على قائمة دول الفساد، بيكون بالصدارة بالمرتبة الأولى، بمرتبته 138 نعم على 180 دولة. نعم. طيب دكتور، إذا بدنا نجي نطلع نحن بالمنظومة التشريعية بنلاقي إنه في كتير تشريعات انعملت لمكافحة الفساد، من قانون حماية كاشفي الفساد لا الإسراء غير المشروع اللي تقدم بالخمسينات تعدل بالتسعينات وكمان رجع تعدل مؤخرا، لقانون الشراء العام وغيرها كتير. يعني طلع منظومة قوانين إذا بتشوفها بتقول إنه كيف في فساد وبلد لهالدرجة أصدر ومجلس نيابة منظومة قوانين تشريعية لمكافحة الفساد، وين الثغرة؟ هون بدي احكي عن ثغرتين. اول شيء حضرتهم بمجلس النواب ما عملوش القوانين هيك من طيبه خاطر، وهالقوانين لانه مصلحه البلد بدها اياها، لانه مطلوب دوليا، مطلوب دوليا بموجب اتفاقيه دوليه لمكافحه الفساد اللي صارت سنه 2004. لبنان جبر يمضي عليها سنه 2009 ونصت هالاتفاقيه، استعاده الاموال المنهوبه ووضع قانون شراء وحق الوصول للمعلومات والاسراء غير المشروع، ونصت بالماده 13 فيها هالاتفاقيه كمان عن دور التربيه ودور الجامعات والمناهج بمكافحه الفساد. فاذا هالقوانين اجت نتيجه هالاتفاقيه، صدرت القوانين بدها تعطيك مثلا خدي قانون حق الوصول للمعلومات، وتطلع فيها القانون هذا كتير حلو وكتير منيح، بتوصلي فيه انه اذا مواطن بده يطلب معلومات اعطاهوش الوزير اياها، بيروح للهيئه اللي بتشكل لحتى تلاحق هالمواضيع هيدي، تطلب الهيئه من الوزير اذا ما اعطاش اياها ما قدر ما يعطي اياها للهيئه، ما حطوش مثلا سطر معين او ماده معينه انه الوزير تلزم الوزير تلزم مش ملزم الوزير. فاذا كل هالقانون وكله كل كبر وكل شرح وكل كل تعب عليه نفس بثغرة بعيب صغير طبعا. وكيف هلا واليوم صحيح في عنا قوانين، في مثل يوناني بيقول كل ما كثرت القوانين وكثر عدم تنفيذها كل ما كثر الفساد. الدنيا مش بكثر القوانين، الدنيا بتنفيذ القوانين اللي موجوده. هاي شغله. شغله الثانيه، اذا بتلاحظي الكفاءه بالقوانين، القوانين اللي وضعت سنه 1959 لحد تقريبا 1990 تقريبا لحد ده، بتشوفي القانون بالكاد لحتى تقيمي منه فقرين متعدليه. بتشوفي القوانين اليوم بتصدر القانون بعد 20 يوم بعد شهر بده يعدلوا هاي الفقره فيها، بس طالما في قوانين بتصدر بالموازنه، الموازنه مخصصه للموازنه، بتلاقي انه بالموازنه تصدر قانون عدل القانون كذا. عندنا قوانين بعد من سنه 1925 المفوض السيم حاططها، قانون الاستملاكات مثلا لكن بعده كيف مثلا هو ما عدلوه؟ ليش؟ لانه قانون يمكن منصاغ بالشكل اللازم، خدي قانون الموظفين، خدي قانون التنظيم الاداري مرسوم الاشتراع 111، قانون الموظفين 112 على 59، في نصوص بعدها بتحسيها. ليش؟ لانه في جديه، في ادمغه اشتغلت فيها. بينما بنشوف اليوم نحن القوانين تبعنا كل قانون بده يتعدل، يلا تعديلات تعديلات، نتيجه عدم درسه بشكل لازم، نتيجه عدم مستوى الفكري للي بتعطوا بهالشأن. وين هون دور القضاء يعني كمان؟ لانه القضاء ركيزه اساسيه، يعني بقضاء متوازن بالبلد وقوي ما بيكون في لهالدرجه فساد. طيب اما القضاء دوره، خذ اليوم هلا بيقولوا لك انه في التباس
بالنسبة لبعض النصوص القانونية بمجموعة التشريع القضائي، في التباس مثلا انه هاي المسألة المحقق العدلي مثلا خذي، صحيح المحقق العدلي طيب عمل تقريره، فيش هيئة تانية مثلا ترجعيها قبل ما يروح على المجلس العدلي، انه طيب هلا عم بفيقوا؟ ما ليش اليوم الحقيقة عم تتطور، مفروض يكون فيها هيئة تراقب تحديث القوانين بشكل مستمر، مفروض كمان في استقلالية القضاء كمان يقار لحتى يكون السلطة القضائية عندها الحرية الكاملة بتطبيق. بدي أعطيك مثل غير هيدي، خدي مثلا أجهزة الرقابة، مجلس التفتيش المركزي وديوان المحاسبة، ديوان المحاسبة، مجلس الشورى الدولي، الهيئة العليا للتأديب، مجلس الخدمة المدنية، فيك بعدين عندنا يعني في هيئات كتير رقابية بالبلد. هالهيئات كلها تابعة لرئيس الحكومة. طيب تعمل تقاريرها. هاي الهيئات إنه بدل ما تكون مترابطة بهيئة بين رئيس الحكومة لتقرا هالتقارير، طيب هيئات الرقابة عملت تقاريرها. مين بيعرف إنه هالتقارير قديش مدى مثلا صوابيتها منطقيتها؟ اليوم الإنسان كل إنسان بيغلط. صحيح. كل إنسان مثلا بيصير عنده هفوات، ليش ما بيكونش فوق الرقابة؟ يكون في هيئة بتدرس التقارير اللي بتجي مثلا من هالأجهزة الرقابة حتى يكون العمل مصفى، عمل نقي، عمل واضح، عمل بالاتجاه السليم. ما فيش هذا كله، نحن بحاجة لإعادة نظر بكل هالقوانين وبالتشريع اللبناني. نعم، حضرتك كنت قلت لي قانون الشراء العام هو من القوانين المهمة اللي هي بتنظم كل مشتريات الدولة وبتخضعها لآلية شفافة بشراء هذه كل حاجات الدولة اللي كانت عم بتتم بكل الفترات السابقة بطريقة العشوائية اللي كبدت الدولة كتير أموال. اليوم أقر القانون، تتوقع أنه يعمل يعني ثورة بهذا الموضوع؟ هلا ممكن، في عندنا كان قانون اسمه قانون المحاسبة العمومية قبل ما يصدر قانون الشراء العام، هذا قانون الشراء العام صدر بناء للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. نعم. طلب منهم هيك، عملوا. طيب، هلا ليتنفذ بتتطلب وجود هيئة. بدو يعينوا أي هيئة ناظمة أو يعني. طيب ما في عندك هيئات ناظمة لكل قطاعات مختلفة ما تعينت، ما بالنهاية العبرة بالتنفيذ بعض القوانين اللي موجودة. إذا هلا ليتجتمع الحكومة على القليلة ولا تبلش تاخذ قرارات لتحل لنا هالمشاكل، يجيبوا دواء الناس، يفوتوا على المستشفى الناس، ليشوف شو بده يعملوا بالمناهج، مع العلم انه هيدي حاجه ماسه لتعديل او لدرس. يعني شو بدنا نحكي بهيك وضع صار كله تناسل ازمات وتناسل مشاكل ومصائب على الناس. نعم دكتور، حضرتك يعني من الكتب اللي اصدرتها كتاب مكافحه الفساد بلبنان المالي السياسي والاداري. صحيح. كمان كنت حكيت عن دور الجامعات، دور الاعلام، الصحافه الاستقصائيه بمكافحه الفساد، اليوم تمارس هذه الادوار كما يجب بلبنان على مستوى الاعلام؟ طبعا الاعلام الاحصائي، في بعض الاعلاميين اخذوا جائزه عالميه. صحيح. وفي الاعلام هو سلطه رابعه بيستمدها من مدى تاثيره على الراي العام، واليوم السياسيين بيخافوا من الاعلام اكثر ما بيخافوا من القضاء. يمكن بالقضاء بيقدروا يمكن ما يروحوا قدام يمسوا قدام القاضي، بس قدام الاعلام وقت بيطلع بيحكي عنهم بيخافوا على سمعتهم انه من غير شر السياسيين. الإعلام له دور كبير، بيأثر على الرأي العام، بيأثر على المواقف، بينبش الحقائق، بيخلي الناس تشوف شو عم بيصير قدامها من أحداث، من اختراعات، من اكتشافات. طبعا الإعلام له دور مهم بمكافحة الفساد، بمجرد يعلن عن الفاسد وعن المفسد، يعلن عن القضية اللي فيها فساد، هذا نوع من المحاسبة المعنوية. فإذا كل ما كان في عنا إعلام ناشط وإعلام حاضر، وخاصة الإعلام الاستقصائي إذا بكفي طريقه هيك، طبعا بيعالج جزء كبير من الفساد. بالنسبة للجامعات، اليوم الاتفاقية الدولية برجع اعتمدنا عليها بالمادة 13، فيها بتقول إنه على الجامعات إنه توعي طلابة على دور الفساد ومخاطره، انطلاقا من المثل اللي قلت لك إياه، إنه إذا بدنا ندمر مجتمع بندمر تربيته ومستوى العلم عنده. اللي بنقول احنا التربيه والتعليم، التعليم بزودنا بالمعرفه والمؤهلات الفكريه، التربيه بزودنا بالقيم، هي صدق، هي الامانه، هي عدم الكذب، هي بزودنا في بتكون ذهنيه وطنيه معينه. صح. وقت من 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 ربي هذا التلميذ بالمرحله التاسيسيه والثانويه ليوصل على الجامعيه من اهل معطيه المؤهلات اللي فيها قيم،
من ربي شخصية تتنافى مع وجود الفساد، يعني بتواجه التحديات بدون قوانين لأنه تربيته هيك. فإذا هون الجامعات عندها دور كبير أنه تدرس مادة مكافحة الفساد عندها، وخاصة أنه نص عليها نصت عليها الاتفاقية الدولية. نعم. تكون بمنهجها بسكون مادة أوبسيونال مثلا اختيارية تدرس. هلا في بعض الجامعات عم تدرس قليل هيدي المادة، ولكن هاي المادة حيوية وأساسية بمجتمع طبعاً. المجتمع اللبناني طبعاً. أنه لازم تدرس. نعم، رح نكمل معك دكتور، لكن اسمح لنا نتوقف مع فاصل، بعده بدنا نحكي بموضوع علاقات لبنان وسياسته الخارجية مع الدول الأخرى، وأيضا موضوع اللامركزية الإدارية والاتحاد الفيدرالي. فإذا فاصل ونعود. عودة لاستكمال الحوار مع ضيفنا دكتور جون بولوس، أهلا وسهلا فيك مجددا دكتور. بموضوع علاقات لبنان بمحيطه العربي ومجمل سياسته الخارجية، يعني علاقات لبنان كانت يعني أصيبت بنكسات متتالية خلال السنوات الماضية، كان آخرها مع الأسف قطع الدول الخليجية أو معظم علاقاتها الدبلوماسية مع لبنان. مجلس التعاون الخليجي اللي من يومين انعقد وكان ببيانه الختامي كمان إشارة للبنان ووجوب القيام بإصلاحات، وكمان كان في تصويب على دور حزب الله، إلى أي مدى برأيك اليوم لبنان بالحالة اللي وصل لها وبهذه العلاقة أيضا المنقطعة تقريبا مع العالم العربي عم بيكون عم بيأثر كمان على وضعه المالي والاقتصادي والسياسي؟ إذا رجعنا شوي للماضي المعاصر، منشوف لبنان شارك بوضع ورقة حقوق الإنسان، إنه لبنان شوف قديش كان دوره فاعل بالأمم المتحدة، لبنان كيف جمع القمة العربية عهد الرئيس شمعون، شوف قديش كان قرار الخارجي بلبنان فاعل بالوسط الدولي وبالوسط العربي، وعضو مؤسس بجامعة الدول العربية وبالأمم المتحدة. نعم. طبعا اليوم لبنان كيف عم يقطع الطرقات بينه بين محيطه وبين العالم، صحيح، عم بيسك سفاراته برا مع العالم، عم بيوصل لوقت عندوش امكانيه يصوت بالامم المتحده بجنيف الاشتراكات عليه، وصل للدول العربيه. لبنان كان مع الدول العربيه هي البعد الاستراتيجي له. اليوم الشعب اللبناني منتجات اللبنانية وين بتروح بأي اتجاه؟ بمحيطه العربي، بيئته العربية. فإذا لبنان بسياسته الخارجية طبعا بسبب القوى المحلية حاليا، بسبب امتداءاته وعداءاته مع الدول العربية، لبنان عم بسكر حدوده مع الدول العربية ومع العالم، وبيقولك بلبنان بدنا نعمل إصلاحات وبدنا نعمل نهوض، ولبنان عم بيقطع الجسور بينه وبين الدول. بأي دولة بدنا نبني للمستقبل، وأي مستقبل بدنا نبنيه لأولادنا ولشبابنا ولصبيانا إذا كان لبنان بمحيطه وبعده الاستراتيجي عم بيسكره؟ نعم. وين بتروحوا؟ نعم. مين مسؤول؟ صحيح معك حق، ولكن اليوم عم نشوف انه الدول المتصارعة اقليميا مثل ايران والسعودية عم بيتحاوروا مع بعض، يعني عملوا جلسات حوار حتى السعودية وسوريا، بنشوف بلبنان بالعكس عم بيكون في تشنج وعم بيكون في احتكاك، يعني لي اي يعني انفراج برا ما عم بينعكس هون، بالعكس هون عم نشوف تشنج اكثر. في شغلة بقلش عنها انا، خدي البيان اللي صدر بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي عشان شدد نفس البيان صدر عن دول الخليج العربي. طيب ما هو بالصراع الدولي، بالصراع الدولي وقت اللي الدول عم تتصارع بين بعضها على مين بتروح المسألة؟ على حلفائها، على الحلفاء اللي بيكونوا هن الأقل مناعة. صحيح، بالنهاية اللي بيدفع الثمن هن الحلفاء، إن كان بالهجوم الحلفاء بيكلوها، وإن كان بالتراجع الحلفاء بيكلوها. هاي اللبنانية مش عم يعرفوها، إنه أنتوا يا لبنانية عم تتوسعوا لبرا، أنتوا يا أحزاب عم تفوتوا تشاركوا بحروب برا، بالنهاية شو هي المكاسب بدك تحققوها إلكن ولبلدكن؟ إن كنتم مفكرين إنه لبنان فيكن انتو بالنهاية تتصرفوا مثل ما بدكن، لبنان عبر التاريخ البعيد والوسيط والحديث والمعاصر، لبنان في قوى عالمية، وهالقوى العالمية ما بتتركوا
لهالقوى إن كان إقليمية أو حتى المحلية، لما حدا بيقدر يقرر بمصير لبنان، لأنه في قوى دولية بتتركهم يخيلوا هلا يخربوا البدنية. وطبعا هن في قوى إقليمية بدأ لبنان يتخرب، مثل ما بدأ سوريا تخرب، مثل ما بدأ العراق تخرب، مثل ما بدأ اليمن، مثل ما بدأ السعودية، لأنه بالنهاية لبنان وقت اللي عم ينقطع عن محيطه العربي، في دول عم تسعى لتفوت محله. أكيد. وقت اللي عم ينضرب مرفق بيروت عم بتفوت في دول حيفة. عم بتفوت لتفوت محله. فإذا نحن مثل واحد بيجي بيسكر على حيله وبقول لحيلي اختنقت، ما أنت مسؤول عن هذا الوضع اللي وصلت له. شو المكسب اللي بدك تحايه وأنت من حربك برا، إن كان بسوريا إن كان بالعراق أو إن كان باليمن، شو المكسب اللي بدك تحايه؟ عم كلها خسارة، إن كان بشرية أو خسارة مادية. لو هالمصاري عم من المال اللي عم يندفع على هاي الحروب، نعم، اندفعت لطبابة الناس، استشفاء الناس، تعليم الناس، تربية الناس، للاستثمار بالداخل، كان لبنان بوضع بيختلف عن الوضع اللي احنا موجودين فيه. نعم، بس اسمح لي بالسؤال اليوم، يعني القوى الدولية والعربية اللي هي بدها تحاسب حزب الله، آخر شيء عم تحاسب الشعب اللبناني. صحيح. الحزب الله ما بيتأثر. لأنه حزب الله مسك لبنان قدامه، بتراس قدامه، والقوى السياسية ساعدته، ما حدنش إجا من القوى السياسية اللي حاولوا بالأول يقولوا لا نحن ما بنقبل الحياة مش عم يحكوا بالحياة المشتركة والعيش المشترك. صحيح. العيش المشترك بيقتضي انه الشركاء الوطن يتحاوروا مع بعضهم، اخذ الخيط ومشي فيه، هوديك حاول اول شيء بعدين فرفطوا القوى الثانية. بس هو اذا مؤمن بلبنان وبالعيش المشترك ما بيعمل هيك، نعم، لانه بالنهاية عم يقطع اواصي الوطن مع محيطه، وعم يقطع اواصي الوطن يعني بين كل مكوناته. لبنان بنعرف كيف يتكون، انت ما فيك تجي يا حزب الله تجي كل المكونات اللي موجودة، ما هو سموه لبنان ملجأ، ملجأ الأقليات، اجوا لجأوا من الاضطهاد من كل الدول هي عبر تاريخه، تجي انت اليوم بموقف واثنين وثلاثة واربعة بسنوات انك انت هول جماعة تكبهم برا وانت تتصرف بالبلد، ما في قوى دولية شايفتك. نعم. وبيجي بالنهاية في إلى مصالح، مش مصلحتك ومصلحة القوى اللي انت منتمي لها هي اللي بدها تسود بالبلد، في بالعالم كله مش بس بلبنان، في قوى عالمية هي بتنظم الوضع. انا مش حر، فرنسا او المانيا لشان يحررين اذا بده ياخذوا موقف على المستوى الاقتصادي والمالي من دون ما يشوفوا المصلحة الامريكية. نعم. شو بتقول؟ ما فيش، بيخربون الوضع جوا بالداخل. وكمان اذا هوديك دولتين كبار هيك، كيف لبنان دولة مثلا معروف بوضع الحالي، انتوا عم تاخذوا مواقف بتهاجم الكبير والصغير بالسئلانين. لبنان بده هدوء وسلام، بده حياد، بده ما لناش علاقة مع غيرنا، نحن غيرنا باليسارة يسارة، نحن مكونين من 17 طائفة، بدنا هدوء وسلام ليصير في استقرار، ليصير في استثمار. هيدي كلها هيدي المرحلة ما تعلموش من 90 لليوم، نحن ماشيين بهالاتجاه، صرنا هون. طيب التفتوا لوراكم شو عملتوا؟ تفتوا وراكم اي دولة كيف فتتوها؟ شوفوا شو صار بكل مؤسسات الدولة، طيب شو سببه؟ عيدوا النظر، كانكم بتكفيين انه بدكم توصلوا تحققوا، ما فيش تحقق، انت بتوصل بالنهاية بتدفع ثمن، لانه الدول الكبيرة وقت بتتصالح ودول الاقليمية بتتصالح حسابكم. صحيح. صحيح، بيكون في ورقة تفاوض، ورقة يعني للمفاوضات. الفائض القوي اللي صار موجود يعني واضح جدا، وكمان في كمان نوع كمان من الفائض بموضوع الديموغرافي. اليوم البعض بيقول لك انه هالازمات كلها دستوريه، كل ما بدنا نشكل حكومه بنضلنا سنه، والازمات اللي عم نعيشها كلها هي نتيجه انه هذا العقد الموجود، اتفاق الطائف ما تطبق. البعض بينادي بانه خلينا نروح على عقد جديد. شو رأيك بهذا الموضوع؟ اليوم لبنان وقت تشكل تكون بكيانه وبدولته، مفهوم من هي القوى اللي كونته، ما كان عندها هذه المشكلة انه كيف بده يدير الدولة وكيف بده تحفظ حريات بقية الأقليات عندها. اليوم لا، في تغير الديموغرافيا بالبلد. اليوم ما فيك تقيله للمسيحي تغير دينك، ولا للسني ولا للشيعي ولا للدرزي. الصراع عما بيكون كل واحد بيشد بهالحيف صوبه، وين بالسلطة التنفيذية فوق.
من المفروض ينعمل نظام للبنان يترك الطوايف تعيش مثل ما بدها. كان لبنان مستوعب الطوايف، صارت اليوم بعض الطوايف فيه بس تستوعب لبنان، وهذا ما بيصير. هذا ما بيصير، بده يخلق حرب، بده يخلق مشاكل، بده يخلق، وخصوصا انه هن اللبنانيين منهم لحالهم بهالساحة، في عيون اقليمية ودولية عليهم، منهم بخبطوا بعضكم لا تشبعوا هلا، بس بالنهاية بتطلع بولادكم بمستقبلهم، بتطلع بحياتكم. انتوا يا لبنانية تعوا بتقعدوا على الطاولة، انا الشيعي بدي اعيش مثل ما انا بحب، السني بده يعيش مثل ما هو بحب، والمسيحي مثل ما هو بحب، فصلوا نظام اتحادي. هن عم يفهموا الاتحاديه، لكن البعض بيعتبرها دعوه للتقسيم. هذا اللي بيقول دعوه للتقسيم، لانه حاطط عينه بتسيطر على لبنان كله. اللي بيقول انه لبنان هاي الاتحاديه دعوه للتقسيم، بيكون حاطط عينه بده يسيطر على لبنان كله. لاعطيك مثل، امريكا دوله، امريكا دوله اتحاديه، نعم، دولة الهند دولة اتحادية، يعني ألمانيا. هون عم نحكي عن لا مركزية مالية، لا لا لحظة، ما بصير اثنين بدولة اتحادية. اليوم إذا بنعمل دولة اتحادية اسمها اتحاد، مش اسمها اتحاد، نعم، اسمها اتحاد. الإمارات العربية المتحدة ليك وضعها اليوم صار عم طلعوا القمر. صحيح، دولة اتحادية كل منطقة بده يعيش، أنت فيكش تغير طبيعة الناس مين ما كان يكون. هاي تركيا اجا اتاتورك بده يغير طبيعه الشعب، اجا رجعوا بعد 70 سنه رجعوا مثل ما هن بيحبوا. الاتحاد السوفيتي بعد 70 سنه رجعت الدول الاتحاد السوفيتي تعيش مثل ما هي بتحب. فكيش انت اليوم تيجي تقول بالناس مثل ما انت بدك، بدك تفصلهم للناس مثل ما بيحبوا، تعملوا نظام اللي بيحبوه بيتفق مع القيم. الاتحاديه بالمناطق بيدلوا كل مين بيعيش بمنطقته ضمن، نعم، الدولة اللبنانية. يعني اليوم اتحاد البلديات هي المركزية، البلدية لا مركزية إدارية، البلدية واتحاد البلديات هي النموذج عن لا مركزية بلبنان. وهيدي اللا مركزية يعني السلطة قريبة للناس، بتشوف مشاكل الناس وبتحلهم إياها، وبتشوف الناس مين الصالح من المسؤول من المسؤولين بترجع تأيده. نعم، وقت اللي بيصير اتحادية بيكون خدي مثلا، بعطيك مثل، خدي محافظة جبل لبنان، بدل ما يكون في عندنا محافظ لنفترض الاتحادية طبعا، بيكون في عندنا حاكم تنتخبه طبعا بعيد النظر بالتقسيمات الإدارية، مع الحاكم في يمكن مجلس وزاري صغير أو إداري صغير، وبيكون في مجلس نيابي صغير لهيدي المنطقة، واتفاق الطائف نص على أنه القائم مقام بيكون في معه 12 عضو، نعم، بيديروا معه القائم المقامية. طيب شو بيمنع يكون بكل منطقة في عندنا سلطة محلية عندها ماليتها الخاصة وعندها قسم من ماليتها مع مالية الدولة؟ طيب هون باستقلال المالي الخاص للسلطات اللي عم تحكي عنها، كيف بدها تتوزع ثروات البلد؟ بمعنى هلا عندنا ثروة نفط وغاز، مزبوط، هي موجودة بأماكن معينة جغرافيا على الساحل، ما أنا موجودة بالجبل مثلا، صحيح. هون كيف بدك توزع هذه النواحي يعني الاقتصادية؟ ما في عندك مالية عامة اليوم إذا أخذنا البلديات، فيش عندنا مالية للبلديات. المؤسسات العامة عندهم ماليات خاصة فيهم، المؤسسات العامة مثل كهرباء لبنان إلى مؤسسة إلى مالية مستقلة. اليوم بيكون في مالية عامة للدولة وفي ماليات للمناطق تتوزع بشكل بالتساوي. هلا كل مين بيدير ماليته بشكل اللازم، وبقدر ما بينجح بإدارة المالية بقدر ما بينجح بعملية الإنماء بمنطقته، وهيك الواحد بيش يسعوا لمين بده يسيطر على السلطة حتى ياخذ السلطة بالاتجاه اللي هو بيرغب فيه. وهي بيكون نحن عالجنا النزاعات اللي عم نعيشها من فترة كتير طويلة، نعم، من 70 لليوم عم نعيشها. نعم، نحن بنكون بالعملية عم نرسل الهدوء والاستثمار، وبصير في تسابق بين المناطق على الإنماء وعلى النهوض وعلى التطور وعلى الحضارة. نعم، الاتحادية اسمها اتحادية مش انفصالية، خلينا نفهم العالم انه هذا النظام هو النظام الحديث وعم تتبنيته وليس التقسيم الدول المتطورة. اذا بدناش نتطور ايه من دل نشد نحن منفصل للبنان نظام بيختلف عن مكوناته تعددية المتنوعة. نعم، شكرا لك، نحن خلص وقتنا، بدي اشكر حضورك ومقربتك الشاملة دكتور جان بولوس، شكرا. شكرا لك ويعطيك العافية. شكرا مشاهدينا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.